دكتور تفضلي. دكتور بعت لي واجب أمس وصلوا؟ لا ما شفته. ما شفته بلكي يعني متى بعت؟ ما عرفت أمس الصباح. أمس صباحا ما شفت شيء. بعتي على الشات على التيمز؟ آه عندك، بس ما عرفت يعني إذا وصلك ولا لا. لا ما شفتوش. على كل خلينا بعد المحاضرة إن شاء الله بشيك عليه وببعت لك رسالة. إيمان. تمام. إن شاء الله. اليوم بدي أتكلم عن شيء بنسميه External Direct Product. And Internal Direct Product. صحيح بدي أنطلق من أشياء معروفة ويعني أوصل منها للشيء اللي مش معروف. إذا كان عندي G بتساوي G1 Direct Product G2 اللي هي كل العناصر على الصورة X, Y حيث X ينتمي ل G1 و Y ينتمي ل G2 Direct Product. طبعا هاي خليني where G1 and G2 are groups. لاحظوا لو أخذت N بتساوي G1 cross the identity اللي هي كل العناصر على الصورة X E حيث X N G1. الملاحظة إنه N is a subgroup of G. طبعا هذا واضح لأنه لو أخذنا XE ضربته في YE inverse هي عنصر من الأول في عنصر من الثاني هذا بيعطينا XE في Y inverse. طبعا E inverse اللي هي E ولما أضربهم هي XY inverse E وهذه بتنتمي ل N sense XY inverse بينتمي ل G1 كونهم هذول عناصر من G1 إذن هو subgroup. Moreover لو أخذت XY in G وأخذت alpha E in N ولاحظوا لو بدي أخذ XY alpha E في XY inverse this is X Y sorry alpha E X inverse Y inverse ولما أضرب هاي بيعطيني X alpha X inverse وهون Y E Y inverse اللي هي بتساوي X alpha X inverse. طبعا هنا راح يكون عندي E لاحظوا إنه هذا بينتمي إلى N. So Y sorry X Y N X Y inverse محتوى في N. إذن N is a normal subgroup of G. نفس الشيء لو أخذت H بتساوي E اللي هو الidentity تبع G1 cross G2 اللي هي العناصر على الصورة EY حيث Y ينتمي ل G2 in the same manner I can show that H normal في
G. Moreover, لاحظوا لي إنه N تقاطع H راح يساوي لي فقط الـ Identity، لأنه كونه في N لازم الإحداث الثاني E، كونه في H معناته لازم الإحداث الأول E، فكونه في الثنتين معناته ما في إلا أن يكون الإحداث الأول والإحداث الثاني E. تمام؟ فإذا لاحظوا كيف يعني من ال من ال direct product حصلت two subgroups two normal subgroups N و H. Note that إنه G بتساوي N H. حاصل ضرب العناصر يعني إيش هذا المقصود فيه؟ هذا المقصود فيه عنصر من الأول في عنصر من الثاني، حيث X في G1 و Y في G2. ولاحظوا هاي اللي هي راح تعطيني لما أضربهن هي X Y، حيث X ينتمي إلى G1 و Y ينتمي إلى G2. Okay. في هاي الحالة we say that G is the internal direct product of N and H. إيش يعني؟ يعني G بتساوي N في H، N normal في G، H normal في G، و N تقاطع H بتساوي الـ identity. هذا المقصود بالـ internal direct product of two subgroups. إذن لاحظوا أنه أنا بديت بـ external direct product، وصلت لشيء اسمه internal direct product. Conversely, assume G بتساوي NH، حيث N normal في G، H normal في G، و N تقاطع H بتساوي إنه G group يمكن كتابته كحاصل ضرب two normal subgroups وتقاطعهم بيساوي. طبعاً NH المقصود فيها كل العناصر على الصورة NH، حيث N ينتمي لكابيتال N وسمول H ينتمي لكابيتال H. تمام؟ الآن بدي أورجيكم أنه من هذا اللي هو internal direct product I can write G as external direct product of two groups. Let capital K بيساوي N cross H، اللي هي جميع الأزواج المرتبة على الصورة NH، حيث N in capital N و H in capital H. تمام؟ وتعال ناخذ phi من G إلى K، بحيث إنه phi NH بتساوي N فاصلة H. تمام؟ ولا تعرفوا؟ لا، بدي عكس، بدي أخذ عشان ما بديش أبلش في الـ well-define، بدي phi من K إلى G، بحيث إنه phi NH بتساوي NH. I want to show you that this is an isomorphism. بمعنى إنه الـ internal direct product بيعطيني external direct product. أول شيء خلينا برهن إنها إيش؟ إنها homomorphism. فتعال نأخذ phi n1 h1 n2 h2. لاحظوا هاي بتساوي
phi n1 n2 فاصلة h1 h2، وهاي بتساوي n1 n2 h1 h2. تمام؟ طيب أنا إيش بدي تلاحظوا لي؟ أنا الملاحظة اللي بدي أشوفها in fact this is equal to n1 h1 into h2 اللي هي بتساوي phi n1 فاصلة h1 phi n2 فاصلة h2، لأنه لاحظوا هذا لما أحسب له صورته هو n1 h1 والتاني صورته n2 h2. طبعا ممكن واحد يقول طب أنت كيف بدلت ال n2 مع ال h1؟ لو كان أبيليان فأكيد أنه ببدل، بس أنت ما حكيت أنه أبيليان فكيف بدلتهم مع بعض؟ because لاحظوا أنا بدي أورجيكم أنه for all x in n و y in h x y equals y x. هلأ عناصر n مع بعض يمكن ما يبدلوا، عناصر h مع بعض يمكن ما يبدلوا، بس عنصر من n مع عنصر من h بيبدلوا. ليش؟ because أو كتبت أنا because فخليني أكتب since. Since x, y, x inverse, y inverse. لاحظوا هاي أنا بدي أكتبها كيف؟ بدي أكتبها x, y, x inverse, y inverse. واللي هي نفسها بدي أكتبها x, y, x inverse, y inverse. لاحظوا لي إنه هاي وين موجودة؟ هاي y inverse في وين؟ ال y في capital H، وهذه x y x inverse موجودة في x capital H x inverse، وهاي موجودة وين؟ هاي موجودة في H لأنه ال H normal، فالكون ال H normal فلو ضربتها ب x من الشمال ومن اليمين x inverse هذا راح يكون محتوى في H، فإذا العنصر الأول في H والثاني في H، فإذا هذا أكيد إنه موجود في H. لما أجي أطلع عليها بالطرف الثاني، هاي الـ X هاي في N خبي لي إياها، وهاي Y X inverse Y inverse. الـ X موجودة في N فإذا X inverse موجودة في capital N، فإذا صار عندي هنا Y N Y inverse هذا موجود في N، فإذا هاي الـ X في N والعنصر الثاني في N، فإذا هذا موجود في N، إذا هاي هذا برضو موجود في N، وهاي إيش بتساوي؟ بتساوي الايدنتيتي، لأنه أنا كان عندي شرط إنه الـ H والـ N مالهن تقاطعهن الايدنتيتي، فإذا كتب بهذا الشكل فإذا هنا إيش بصير عندي؟ بصير عندي هاي X Y X inverse Y inverse بتساوي، إذا X Y بتساوي أضربه هاي بتروح Y inverse من اليمين، أضربه بX هاي بتروح X inverse اليمين بتساوي YX، عشان هيك أنا بدلتها. فإذا is homo. طيب تعالوا خلينا نشوف إنه phi is 1 to 1. assume phi n1 h1 بتساوي phi n2 فاصلة h2. هذا بيؤدي انه n1 h1 بتساوي n2 h2، مظبوط؟ طيب شو نسوي؟ انا بدي اورجيكم انه ال n1 راح تساوي ال n2 وال h1 راح تساوي ال h2. how to do this؟ كيف بدي أجيبها؟ أضربوا لي بN1 inverse بيصير عندي N1 inverse N2، أضربوا لي بH2 inverse بيصير عندي H1 H2 inverse. شو اللي سويته؟ ضربت بN1 inverse من الشمال، راحت الN1 من الشمال صارت N1 inverse، ضربت
H2 اس من اليمين راحت ال H2 عن اليمين، لاحظوا انه هذا belongs to N تقاطع H. هذولا الجماعة H، هذول عناصر من H حاصل ضربهم في H، وهذول الجماعة من N حاصل ضربهم في N. فإذا لاحظوا أنا حسب الصورة اللي كتبتها لكن هو نفس العنصر، فإذا هذا موجود في N تقاطع H اللي هو مين؟ اللي هو الايدنتيتي. So H1 H2 inverse بيساوي الايدنتيتي، وهذا بيؤدي لو ضربنا ب H2 من اليمين بيطلع عندي H1 بتساوي، وعندي N1 inverse N2 بتساوي الايدنتيتي، لو ضربت ب N1 من الشمال بيصير عندي N2 بتساوي N1. إذا خلاص N1 فاصلة H1 بتساوي N2 فاصلة H2. إذا phi is 1 to 1. أخيرا إذا كان عندي G ينتمي إلى G، طبعا G أنا كتبت إنها NH، معناته هذا implies إنه G بتساوي NH. الآن NH هذا موجود في capital K، وphi NK اللي هي NH بتساوي G، إذا phi is onto as required. وبالتالي على ما حصلنا على إنه G is isomorphic لK اللي هي إيش الK اللي هي N cross H، وG هنا اللي هي NH. فمن الشغل هذا اللي سويته في الجزء الأول من الجزء الثاني، الإكسترنال دايركت برودكت بجيب منه إنترنال دايركت برودكت، الإنترنال دايركت برودكت بجيب منه إكسترنال دايركت برودكت. لكن لاحظوا الانترنال دايركت برودكت يعني في له شروط، انه الجي بتساوي ان اتش، الان نورمال اتش نورمال، ان تقاطع اتش بتساوي اي، فكل هذولا هذا بسميه انترنال دايركت برودكت. اذا بس خليني اكتب هذا التعريف عشان مهم عندي ديفينيشن. ليت جي بي ا جروب و N normal subgroup of G، H normal subgroup of G، G بتساوي N H، and N تقاطع H بتساوي E، then G is called the internal direct product of N and H. الآن الصحيح أنا بدي أخفف الشرط، أنا قصة إنه ال G بدي إياها يكون فعلاً فيها two subgroups N و H، ال G بتساوي N في H وتقاطعهم بيساوي identity، وبدي بس واحد منهم يكون normal مش بالضرورة اثنين. ابتداء خليني أقدم لكم هاي النظرية theorem. Let G be a group N normal subgroup of G، H subgroup of G، then NH اللي هي العناصر على الصورة N H، حيث N ينتمي لكابيتال N و H ينتمي لكابيتال H، is a subgroup of G. الفرق بينها وبين اللي فوق انه هنا انا اشترطت انه واحد منهم نورمال مش بالضرورة الاثنين. تعال نشوف البرهان proof. انا ايش بدي تعال ناخذ N1 H1 في N2 H2 inverse، بدي أبرهن إنه هذا يمكن كتابته على صورة
عنصر من N ضرب عنصر من H. طبعا لاحظوا هذا يمكن كتابته هيك N1 H1 H2 inverse N2 inverse هيك شكله. المشكلة إيش هنا؟ هاي في عندي N بالأول بس هذول الناس اللي بالأخير يعني والله يعني مش سهل هيك أجيبهم. فهم يعني what to do؟ شو بدي أسوي هنا؟ أنا عندي N normal معناته إيش بدي؟ استنوا لاحظوا إنه H2 inverse N2 inverse هاي belongs to H2 inverse N واللي هي بتساوي N H2 inverse since N is normal في G. إذا H2 inverse N2 inverse أنا ممكن أكتبها N3 H2 inverse حيث N3 بتنتمي لكابيتال N كونه normal subgroup فالleft coset هي نفسها right coset. فإذا H2 inverse N2 inverse كتبتها N3 H2 inverse تمام؟ هلا شو صار عندي؟ مكان هادي انعكست صارت N3 H2 inverse. الآن H1 N3 هاي بتنتمي إلى H1 N اللي هي نفسها N H1 since N is normal في G. H1 N3 بتساوي N4 H1 N4 بينتمي إلى N. طيب now back to our equation stuff. Back to start. هاي N1 H1 في N2 H2 inverse. هاي حكينا شو بتساوي N1 H1 H2 inverse N2 inverse اللي هي بتساوي N1 H1 ومكان ال H2 inverse N2 inverse كتبناها N3 H2 inverse. بعدين ال H1 N3 كتبناها هاي N1 N4 ومين H1 وبعدين H2 inverse. لاحظوا هاي بتنتمي ل NH لأنه هاي عنصر من N ضرب عنصر من H. فإذا NH subgroup subgroup من G. الملاحظة لو كانوا الاثنين مش نورمال ما بعرف أسوي هذا الشغل. يعني لاحظوا كان لازم واحد منهم الـ N أو الـ H نورمال حتى أستطيع ألعب هاللعبة هاي حتى أسوي عمليات التبديل وإلا ما كان بإمكاني هذا. example لو أخذنا H بتساوي the subgroup generated by sorry 1 2 هذا subgroup من S3 وخلينا نكتب لكم إياه هذا كيف شكله. هذا اللي هو identity و 1 2 هذا subgroup من S3. لو أخذت K بتساوي 1 3 اللي هو subgroup الelements تبعاته 1 1 3 وهذا subgroup من S3. الآن لو أخذنا HK تمام HK شو راح يكون فيه؟ هاي يعني أنا راح أخذ شو اسمه كل عنصر وأضربه في الثانيات. هاي واحد مع الواحد واحد واحد مع واحد ثلاث هاي واحد ثلاث واحد اثنين مع واحد هاي واحد اثنين
وبعدين 1 2 مع 1 3 خليني أورجيكم 1 2 مع 1 3 إحنا إيش هنا الواحد بتروح للثلاثة، الثلاثة لنفسها، ثلاثة لواحد، واحد لاثنين، اثنين لنفسها، اثنين لواحد، هيها هيك. Now this is not a subgroup of S3. S3 عدد عناصره 6، هاي المجموعة عدد عناصرها 4. ما في عندي subgroup of order 4 من S3 لأنه الأربعة ما بتقسم الثلاث. طبعا هنا الملاحظة H subgroup لكنه مش normal، K subgroup لكنه مش normal. لما ضربتهم مع بعض أو ركبتهم، هي العملية تركيب عندي هنا، تركيبهم ما أعطاني subgroup. فإذا حتى أضمن أنه subgroup على الأقل واحد منهم بدي إياه يكون إيش؟ بدي إياه يكون normal. خليني أقدم الآن definition، راح يكون definition شوي مخفف من اللي سويته فوق. definition let G be a group in normal في G H subgroup في G G بتساوي NH and N تقاطع H بتساوي identity. نفرض أنه G بيحقق هاي الأشياء. لاحظوا شبيه جدا بالinternal direct product، لكن اللهم أنه إيش؟ أنه الH مش بالضرورة أنها تكون normal. Then لو الG بتحقق هاي الشروط مع الN والH، then G is called the semi direct product of N and H. We write G بتساوي N ومش ضرب، لا بحطها هيك H. يعني المرة الثانية خليني بس بدي أضبط هذه. إن هاي الضرب بسكرها من هنا H. Okay. إن semi direct product مش كامل، semi. لكن انه الفكرة انه انا لما يكون في عندي واحد normal واحد مش normal، ترى انا بامكاني اكون منهم group. الان خليني بدي اتوقف، انا semi direct product راح يعني اتكلم عنه بتفصيل اكثر في محاضرات القادمة. لكن الصحيح الأفكار هاي اللي أخذتها internal direct product، وطبعاً internal direct product لاحظوا هنا أنا بس بدي أضيف في هاي الحالة in this case راح يكون ال G isomorphic ل N cross H. تمام؟ مش يساوي، isomorphic وبنحطها ضرب تماماً، اللي هي بتكافئ انه تو جروبز اللي انا شفتها بالاول. بينما هذه لا، ما بحطها ضرب، بحطها ضرب ومسكرها هيك من الجنب حتى اقول انه يعني هذا مش كامل. تعالوا خليني اورجيكم الان بعض الافكار كيف هيك يعني بدي اوظف فكره الدايركت برودكت والانترنال دايركت برودكت للكلاسيفيكيشن، وبعدين راح ارجع لهم هذول مره ثانيه. Example. Show that any group of order 15 is cyclic.
اي جروب عدد عناصره 15 راح يطلع سايكليك جروب جنريتد باي 1 اليمنت. شوفوا كيف راح اوظف السيلو ثيرمز والافكار اللي ناقشتها قبل قليل. انا عندي اوردر جي بتساوي 15 عفوا اللي هي بتساوي 5 ب3. زي ما حكينا دائما بناخذ الكبير. جي هاز سيلو سب جروبس اوف اوردر 5 ان 5 بتساوي 5k+1 هذا ديفايد 15 هي 5 ب3. 5k+1 ما بتقسم الخمسة، هذا بيؤدي انه 5k+1 divides 3، وهذا بيؤدي انه k لازم تكون 0، ما في قيمة اخرى للزيرو، لانه لو حطيتها واحد او اكثر بتبطل يعني بتصير اكبر من 3. So g has unique، يعني هذا طبعا بيؤدي انه n5 equals 1، اذا g has unique silo subgroup of order 5 say n. طبعا لاحظوا نوت n راح يكون isomorphic ل z 5، لانه اي جروب الاوردر له برايم ورهنت لكم المره الماضيه انه سايكليك، وبالتالي راح يكون ايزومورفيك لز 5. طيب تعال نشرح الثلاثه. جي هاز سيلو 3 سب جروب سيلو 5، هنا سب جروب، هنا سيلو 3 سب جروب اوف اوردر 3. هلا ان 3 اللي هي بتساوي 3k+1 divides 15 اللي هي بتساوي 5 times 3. طبعا 3k+1 relatively prime مع الثلاثة، هذا بيؤدي انه 3k+1 divides 5. لاحظوا لو حطيت ال k 0 بيطلع 1 بقسم 5، هذا صح. لو حطيته 1 بيصير 3+1 = 4، طبعا 4 ما بتقسم الخمسة. بعد ذلك لو حطيت أي قيمة لـ k مش راح يقسم الخمسة، فإذاً هذا ما في له إلا حل واحد إنه الـ k 0، هذا بيؤدي إنه n 3 بتساوي إيش؟ بتساوي 1. إذاً g has unique silo three subgroup of order 5 say h. طبعا نوت انه h لانه بس ثلاث عناصر، فهذا isomorphic لز 3. الان n normal في g لانه يونيك سيلو، واحنا حكينا اذا كان بس في سيلو واحد بيطلع يونيك، و h normal في g، و n تقاطع h بده يساوي الايدنتيتي، لانه لو كان بينهم تقاطع الاليمنت بده يكون في n، فاذا بده يكون الاوردر له قاسم من قواسم الخمسه اللي هي 1 أو 5. كونه موجود في h فالاوردر له قاسم من قواسم الاوردر لل h اللي هو 3، معناته الاوردر له يا 1 يا 3. لا، ما فيش الا ايش المشترك بيناتهم 1، فاذا هذول تقاطعهم هيك. وطبعا لاحظوا عدد عناصر، طبعا هذا معناته n h سب جروب من g. انا بكفيني 1 نورمال، انا 2 نورمال، هذول حلوات، هذا نورمال عفوا هذا سب جروب من g. ولاحظوا عدد عناصر، عدد عناصر n h هذا بيساوي القاعده تبعت عدد عناصر n في عدد عناصر h على عدد عناصر n تقاطع h اللي هي ايش؟ 5 في 3 على 1 تساوي 15 اللي هي نفسها عدد عناصر g.
إذا طالما هذا السبست من G وإلها نفس عدد العناصر معناته G بتساوي NH external internal direct product. هيو two normal subgroups تقاطعهم identity حاصل ضربهم بيساوي G. إذا G isomorphic ل N cross H. اتفقنا internal direct product بيعطينا external direct product وهذا isomorphic ل Z5 cross Z3. للخمسة والثلاثة relatively prime إذا هذا isomorphic ل Z15 which is cyclic. So any group of order 15 must be cyclic. It is isomorphic ل Z15. فلاحظوا كيف التكنيك هذا اللي اشتغلته وكيف وظفت فكرة الـ internal direct product حتى أوصل للمطلوب. طيب خليني أوريكم مثال ثاني example. Show that any group of order 30 has a normal subgroup of order 15. إذا كان الجروب الأوردر لإله 30 أنا ما بعرف كيف شكله بس شيء متأكد منه إنه لازم يكون في subgroup of order 15. طيب تعال نشوف كيف راح نحله. Order G بتساوي 30 30 اللي هي 2 في 3 في 5 خذوا أكبر واحد. G has silo 5 subgroup of order 5. هلا N5 بتساوي 5K plus 1 divides 30 اللي هي بدي اكتبها 6 في 5 5k زائد 1 relatively prime مع الخمسة معناته 5k plus 1 divide 6. ما هي خيارات الk؟ خيارات الk يا اما الk بتساوي 0 صح هذا بيقسم الستة وهذا بيؤدي انه لو اخذنا h subgroup من G order H بتساوي 5 راح يكون H normal في G. لكن في عندي خيار ثاني انه الK شو بتساوي؟ الK ممكن تساوي 1 لانه هاي 5 زائد 1 6 6 بتقسم ال 6 هذا بيؤدي انه N5 equal 6. So G has 6 silo 5 subgroups خلينا نسميهم ايش H1 H2 لغاية H6 سنعد العناصر تبعهم طبعا لاحظوا F I ما بيساوي J معناته HI تقاطع HJ بتساوي بس الIdentity لأنه هذول cyclic group cyclic group كل element فيه راح يكون وعفوا الorder لإله خمسة فكل element غير الIdentity الorder لإله خمسة معناته هو generator لكامل الgroup وبالتالي G has ستة في 4 بيساوي 24 elements of order. إذا لاحظوا أنا بعرفش أنا ممكن يكون في بس واحد وفي هاي الحالة بيكون normal أو ممكن يكون 6 سيلو 5 subgroups وهذول راح يجيبوا لي 24 عنصر من order 5 لأنه كل element فيه 5 عناصر الidentity زائد 4 تانية وكلهن مختلفات عن بعض إذا هاي أربعات كم أربعة ست أربعات 24 element.
طب خلينا نوقف هان، خلينا نشوف الثلاثة. G has silo three subgroup of order three. N3 بتساوي 3K plus 1 high divides 30 اللي هي إيش 30 بتساوي 3 في 10. طبعاً 3K plus 1 relatively prime مع 3 هذا بيؤدي إنه 3K plus 1 divides 10. هلا الK ممكن تكون 0 بيصير واحد بيقسم عشرة، وبالتالي G has في عندي K subgroup من G order K equals 3 و K K مالو K normal في G لأنه وحيد or G has. تعال نشوف ال أو يعني عفواً بدي أشوف الخيار الثاني لك أو K ممكن يكون. تعال نشوف هل ممكن يكون ال K واحد؟ لو أخذت ال K واحد بيصير 3 زائد 1 4 لا تقسمش. لو أخذت ال K 2 بيصير 6 زائد 1 7 تقسمش. لو أخذت ال K 3 بتصير 9 زائد 1 10. إذن هاي ال K 3 طبعاً بعد الثلاثة ما فيش لأنه بيصير أكبر من العشرة، وهذا بيؤدي إنه N3 بتساوي كم؟ بتساوي 10. إذن G has 10 silo 3 subgroups of order 3. شو أسماءهم؟ سميتهم K1 K2 لغاية K10. إذا في هاي الحالة G has elements. طبعا أنا عندي KI تقاطع KJ بتساوي الIdentity. إذا كان I ما بيساوي J هذا يا جماعة ليش؟ لأنه هذول cyclic groups of order 3 فالelement راح يكون أي element غير الIdentity الorder لإله 3 راح يكون generator. بالتالي لو كان في element غير الايدنتيتي بده يكون كل الكي اي وبده يكون كل الكي جي بده يكون متساويات. فاذا خلص في الايدنتيتي وفي اثنين مختلفات. اذا جي هاز اليمنتس سوري جي هاز كم واحد؟ احنا حكينا 10 سب جروبس في 2 لانه شيء الايدنتيتي بضل عنصرين 20 اليمنت اوف order 3. طيب تعالوا نشوف بس هلا صار في عندي اشكال. طلعوا هنا عندي 24 عنصر في order 5 وعندي 20 عنصر of order 3. so G has 24 زائد 20 بتساوي 44. طبعا لاحظوا هذا اكثر من 30 اللي هو الاوردر جي elements of order 5 and 3. وهذا طبعا contradiction لانه احنا شو حكينا؟ حكينا عدد عناصر جي 30. شو سويت انا؟ خبصت الدنيا. استنوا شوف خليني ارتب لكم الامور. هلا انا لما اشتغلت مع الخمسه كان خيارات الخمسه ال K يا 0 بيعطينا 1 نورمال يا 1 بيعطينا 6 وفي هاي الحاله راح يطلع عندي 24 عنصر اوردر 5. لما اشتغلت مع الثلاث كان ال K يا اما 0 بيعطينا نورمال يا اما ال K 3 بيعطينا 10 وهذا بيعطيني 20 عنصر. هلا شوفوا هاي الحاله وهاي الحاله هذول الثنتين مستحيل يصيرن مع بعض لأنه لو كان جي في شو اسمه 6 سيلو 5 سب جروبس والجي في 10 سيلو 3 سب جروبس
راح يطلع فيه 44 عنصر من اوردر 5 و3. ولسه لا تنسوش في عندكم الايدنتيتي وفي عندكم عناصر من اوردر 2 لانه لسه 2 انا ما حكيتش عنها. فاذا في هاي الحاله لا راح يصير عندي عناصر اكثر. فاذا مستحيل الحالتين هذول يتحققين، واحده منهم راح تتحقق. اذا تحققت الاولى انه الجي فيها ال 6 سيلو 5 سب جروبس، اذا الجي ما راح يكون الا واحد فيها سيلو 3 سب جروب كي، وبالتالي الكي راح يكون نورمال. اذا كان الجي فيها 10 سيلو 3 سب جروبس معناته مش راح يكون في عندي 6 سيلو 5 سب جروبس، راح يكون عندي واحد، وبالتالي الاتش راح يكون نورمال. سو اتش is normal في G or K is normal في G. لازم واحد منهم يكون normal. لازم يكون يا عندي IE G has only one silo five subgroup or only one silo three subgroup. طبعا لما يكون واحد بده يكون نورمال. اذا الان لو اخذت n بتساوي hk هذا السب جروب من g، انا بعرفش مين في واحد منهم نورمال، يا اما h نورمال يا اما k نورمال. طبعا انا لما اشتغلت لكم كنت حاطط اللي على الشمال نورمال واللي على اليمين مش نورمال، لا يعني مش مهم مين ما بدكم تحطوا حطوا على اليمين او على الشمال، المهم انه في واحد منهم نورمال نفس البرهان راح يطلع هذا سب جروب. ما في مجال. فاذا مستحيل يكون عندي الا يا اما only one silo 5 سب جروب يا وبالتالي بيكون نورمال، او only one silo 3 سب جروب وبالتالي بيكون نورمال. فالاتش نورمال او الكي نورمال انا حقيقه ما بعرف، بس في واحد منهم نورمال، اذا الان اللي هي بتساوي اتش كي هذا 100% راح يكون سب جروب من جي. طيب لاحظوا انه H تقاطع K بيساوي الـ identity، لأنه order H بتساوي 5 and order K بتساوي 3. إذا كان عندي عنصر في التقاطع فالorder لإله بدي يقسم order للـ H اللي هي 5، معناته راح يكون يا 1 يا 5. بدي يقسم الorder للـ K معناته بدي يكون يا 1 يا 3. المشترك إنه 1، إذن هو الـ identity. وبالتالي عدد عناصر N اللي هو بيساوي عدد عناصر H في عدد عناصر K على عدد عناصر H تقاطع K اللي هي بتساوي 5 في 3 على 1 بتساوي 15. إذن هذا الN عدد عناصره 15. تمام؟ تمام. أنا جبت subgroup of order 15 بس هو كان بزيادة بحكي لي بدي إياه يكون، لاحظوا لي الإندكس تبعوها جي ان اللي هو بيساوي عدد عناصر ان 30 على 2 بيساوي 2 هو ديفايزر اوف اوردر جي. انا برهنت لكم سابقا لما كنت احكي انه اذا كان عندي جروب الاندكس لإله P حيث P أصغر برايم بيقسم الأوردر للجي بيطلع هذا السب جروب. So N is normal. لاحظوا هيك لفينا لفة طويلة. أنا سؤال الـ 15 كان سهل خلص، الأولاني وحيد نورمال، الثاني وحيد نورمال، وفي هاي الحالة أنا جبت إيش direct product وطلعته مسكته بالضبط. الصحيح ما استطعت إني أجزم إنه ال H normal أو ال K normal، لكن شغلي مع ال 5 subgroup وال 3 subgroup حكالي إنه مستحيل يكون اثنين متعددات، يا إما only one five يا إما only one silo 3 منهم نورمال. ال different silo sub
الان هذا في سب جروب والثاني كيو، فاذا اكيد تقاطعهم بيكون ال هي. خليني برضو مثال اخر، يعني ال 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 الاول this case n بتساوي h semi direct product k، مش ال g ولكن ال n هي semi direct product تبعهم، وفي واحد منهم نون. بدي أشوف another example برضو مهم. prove that any group of order 48 is not simple. تذكروا المرة الماضية simple group يعني ال only normal subgroups هم الidentity وال group كامل. فإذا كان عدد العناصر 48 أنا حكيت لكم لغاية 59 كلهم non simple، 48 هذا non simple. خليني أورجيكم ليش non simple. شوفوا كيف راح أشرح. هلا order g بيساوي 48. 48 شو يعني؟ 48 اللي هي إيش يعني 48؟ يعني 6 ب 8 معناته 2 قوة 4 في 3 صح؟ 16 في 3 بتساوي 48. أوكي تعالوا خلينا نشتغل عليهم. G has silo 3 subgroup of order 3. N3 راح تساوي 3K plus 1 وهذا divides 48 اللي هي 3 في 16. 3K زائد 1 ما بتقسم الثلاثة، إذن بيؤدي أنه 3K زائد 1 بتقسم 16. هلا قواسم 16 1 2 4 8 16. شو احتمالات الK؟ الK بتساوي 0 يا 1 بتصير 4 بتقسم 2 لا بتصير 7 لا بتقسمش 3 9 زائد 1 10 بتقسمش 4 12 زائد 1 13 بتقسمش 5 15 زائد 1 16 5 معناته NK بتساوي 1 أو 4 أو 16. طبعا لو واحد إذا كانت NK بتساوي واحد خلاص بيصير عندي إيش؟ بيصير عندي المطلوب. خلينا أشوف F NK equals 1 بيؤدي G has unique subgroup of order 3 say h، وراح يكون ال h في هاي الحالة normal في g لأنه لما يكون unique ما بيكون عندي مشاكل. تعال أحكي لكم لو كانوا 16. if nk بتساوي 16 مش هنيك في 16 واحد تمام say h1 h2 لغاية h16 طبعا رح يكون عندي hi تقاطع hj بتساوي e when i ما بيساوي j
لأنهم of order 3 وبالتالي كلهم generators element. وبالتالي G has حكينا 16 في 2 هن 3 عناصر identity زائد 2 باختلفات هاي 16 في 2 كم هذولا 32 elements of order of order ايش of order شو اسمه 3. طيب معناته شو ضايل؟ معناته ضايل بس 16 صح؟ معناته وعندي ايش؟ عندي G has silo two subgroup of order 2 قوة 4 اللي هي 16. هلا 16 زائد 32 بيساوي 48 اللي هي order G. معناته G has unique silo two subgroup of order 16 say K, thus K normal في G. وبالتالي it is not simple. طيب استنوا شوي عليه. أنا الـ NK كانت يا واحد يا أربعة يا 16. واحد أعطاني unique هاي الـ H normal وانتهينا. إذا كانوا 16 يعطونا 32 عنصر. 32 عنصر بيكون ضايل في الجي 16 عنصر. طيب ما هو التو سب جروب فيه 16 عنصر، لو كان فيه 2 بده يكون يعني بده يكون زياده عن ال 16، لانه يعني اذا كانوا K1 و K2، K1 فيه 16 ال K2 بده يكون على الاقل زياده عنصر عليه، فاذا هي صار عندي مش 16 صار عندي 17 عنصر مع 32 هي زدنا عن ال 48، فاذا لا راح يكون بس واحد وبالتالي نورمال. إذا تعال نناقش الحالة الأخيرة إنه الـ NK بتساوي 4. If NK equals 4 then G has شو راح يكون عندي H1 H2 H3 H4 silo three subgroups وطبعا راح يكون عندي h i تقاطع h j بتساوي e لما ال i ما بتساوي j وبالتالي g has كم حكينا 4 في 2 بتساوي 8 elements of order 3. هاي بالله خلينا نحطها هيك بالأحمر. خلاص أنا بدي أثبت هذه الحالة. أنا عندي الـ N شو الـ NK؟ ما في NK N شو اسمه؟ هاي N3 هنا N3 كله N3 عفوا مين K؟ ما عندي K N3 N3 اوكي. طيب هلا خلصنا من الثلاثه. اذا كانت في وحده هيها نورمال، اذا كان في عندي 16 وحده بيطلع تبعت 2 نورمال. طيب اذا كان ال N3 4 تعالوا خلينا نشوف. هلا بنبلش في الثاني. هلا G has silo two subgroups of order 16 2 قوة 4 N2 بتساوي 2K plus 1 و divide 48 اللي هي ايش هاي 8 في لا مش 8 بل هي 16 في 3. طبعا 2K plus 1 تقسم 16، 16 قواسمها هي قوة الاثنين، فهذا بيؤدي انه 2K plus 1 divides 3.
معناته خيارات الكي، الكي بتساوي 0 أو 1. إذا 0 طبعاً 1 بيقسم 3، إذا 1 بتصير 2 زائد 1 3 بتقسم 3، طبعاً بعد هيك منفعش. هلأ إذا كان N2 equals 1 هذا implies إنه G has only silo two subgroup K وبالتالي hence K normal في G. الحالة الثانية إنه الK واحد معناته N2 بتساوي كم؟ بتساوي 3. هذا بيؤدي G has silo two subgroups، خليني أسميهم K1 K2 K3 each of order of order what 60. تعال نأخذ أول اثنين. هلا K1 تقاطع K2 هذا الأوردر لإله divide 60، معناته الأوردر لK1 تقاطع K2 بتساوي 1 أو 2 أو 4 أو 8 أو 16. طبعا سوري لو كان واحد اف سوري اف K1 تقاطع K2 كان واحد، هذا بيؤدي انه K1 K2 هذا بغض النظر انه جروب ولا لا، عدد عناصره عدد عناصر K1 عدد عناصر K2 على عدد عناصر K1 تقاطع K2 هذا اللي هو بيساوي 16 في 16 على 1. طبعا هذا اكبر من 48 بس انا عندي الجروب في 48 عنصر. اذا لا في واحد مش ظابطه. K1 تقاطع K2 كان هذا بيؤدي عناصر K1 K2 انا بطلع عدد K1 عدد K2 تقاطع K هذا ب 16 على 2 من F عدد عناصر K1 تقاطع K2 بتساوي كم؟ بتساوي 4. هذا بأنه عدد عناصر K1 K بتساوي عدد عناصر K1 في عدد عناصر K2 على عدد عناصر K1 تقاطع K2 هذا بتساوي 16 في 16 على 4. برضو هذا أكبر من 48 هذا مستحيل. طبعا عدد عناصر K1 تقاطع عدد عناصر K2 بتساوي 16 بيؤدي هذا انه K1 بتساوي K2 وهذا الكلام مستحيل لانه احنا كل واحد فيهم في 16 عنصر تقاطعهم 16 معناته التقاطع بس معناته هم متساويات بس لا انا حكيت هذول مختلفات. اذا انا عندي hence عدد عناصر K1 تقاطع عدد عناصر K2 بتساوي يا جماعة 8 عناصر في 8 مشتركات بيناتهم. تمام؟ وطبعا نفس الشيء يقال عن K1 وK3، نفس الشيء يقال عن K2 وK3، فأنا دوما عندي 8 عناصر. أوكي؟ طيب لاحظوا إنه عندي التالي K1 K1 تقاطع K2، K1 تقاطع K2 بغض النظر نورمال مش نورمال هذولا تقاطع تو سب جروبز راح يكون سب جروب. هذا بيساوي عدد عناصر K1 على عدد عناصر
K1 تقاطع K2 اللي هي بتساوي 16 على 8 بتساوي 2. إذن K1 تقاطع K2 نورمال في K1، وكذلك K1 تقاطع K2 نورمال وين؟ نورمال في K2. إذن بستنتج إنه K1 اتحاد K2 محتوى وين؟ محتوى في النورماليزر تبع مين؟ تبع ال K1 تقاطع ال K2. لا، النورماليزر مش في G، هذا نورمال هون، هذا نورمال هون. إذن ال K1 هذا نورمال في K1، نورمال في K2. يس 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 يس، معناته إنه يعني راح يكون ال NG راح يكون محتوى هنا. طبعا هذا يعني إنه K1 K2 تمام راح يكون محتوى في NG K1 تقاطع K2. لكن كم عدد عناصر الـ K1 K2؟ K1 K2 عدد عناصرها يساوي عدد عناصر K1 عدد عناصر K2 على عدد عناصر K1 تقاطع K2 اللي هي 16 في 16. اتفقنا هاي 8، شيلوا 8 مع الـ 16 بضل 2، بيصير عندي 32. فـ K1 K2 فيها 32 عنصر. إذا NG K1 تقاطع K2 هذا النورماليزر عدد عناصره أكبر من أو يساوي 32 في على الأقل. طبعا لاحظوا K1 K2 عدد عناصره 32، هذا معناه أنه مش جروب، لأن 32 لا تقسم ال 42. وهذا divides مين؟ divides order G اللي هي بتساوي 48. أكثر من 32 وبقسم 48. هي مين قواسم ال 48؟ قواسم ال 48 1 و 2 و 3 و 6 و 8 و 12 و 16 و 24 48. طب هذا أكبر من 32 وبقسم ال 48، إذن لا سوري. So N G K1 تقاطع K2 عدد عناصره 48، لأنه هو من قواسم 48 وأكبر من 32، إذن هو 48 تمام، اللي هو نفسه order G. إذن N G K1 تقاطع K2 هو نفسه G، لكن K1 تقاطع K2 هذا normal في النورماليزر تبعه، وهذا اللي هو بيساوي G. So G has normal subgroup of order 8. إذن شو اللي صار عندي؟ صار عندي أشياء. هلأ راح يكون يا إما في عندي normal subgroup of order وين of order 3، أو راح يكون عندي normal subgroup of order 16، أو إذا لا هاي ولا هاي ضابطة 100% راح يطلع عندي normal subgroup 8. في النهاية لازم يطلع عندي normal subgroup، فإذا G is not simple. Very very important example بدي تدرسوا بعناية، هو واللي قبله كيف هيك لعبنا بالأشياء، كيف نكون subgroups، كيف ممكن ندخل النورماليزر، كيف بنعد عناصر، من هاي الأشياء. طبعاً عد العناصر لما يكون الأوردر للجروب هذا حلو، إنه تقاطعهم بيساوي الأيدنتيتي لما يكون المختلفات، بس لما ما يكون برايم زي هنا 16، لاحظوا إنه
التقاطع ممكن يكون أي قاسم من قواسم 16 1 2 4 8 16 طلعن كلهن مش ضابطات إلا الثمانية، وهذا أبو الثمانية هو اللي ضبط للوضع إنه إيش يطلع، إنه يطلع التقاطع هذا هو النورمال. فإذا إذا كان أوردر للجروب 48 راح يكون يا إما في نورمال سب جروب أوف أوردر 3 يا إما نورمال سب جروب أوف أوردر 16، يا إما لو ما كانش لا هذا ولا هذا لازم يكون في نورمال سب جروب أوف أوردر 8. يعني أظن شفت الكثير اليوم. بدي لو سمحتوا بدي تشتغلوا لي على التالي example أو exercise صحيح. One, show that any group of order 45 is abelian. راح تشتغلوا على السيلو، راح تشتغلوا على قصة إذا كان عندي بي تربيع معناته بطلع شو اسمه أبيليان، يا يعني بدي تشغلوا لي فيه. To show that any group of order 36 أو 56 is not simple. بدي تقلدوا لي الشغل اللي اشتغلته وتحلوا. طبعا هنا بالنسبة لل 45، 45 هي 5 في 9، إذا سيلو في عندي سيلو 5 في عندي سيلو 3، راح تكتشفوا أنه الاثنين نورمال، بالتالي الجي راح يكون هو الدايركت برودكت لإلهم. طبعا الخمسة هذا أكيد إنه سايكليك، التسعة مش شرط يكون سايكليك لكن لازم يكون أبيليان لأنه هو عبارة عن ثلاثة تربيع. الآن دايركت برودكت طبعا هو راح يطلع إنترنال دايركت برودكت، وبالتالي أيزومورفيك لإكسترنال دايركت برودكت. الأول سايكليك والثاني 100% أبيليان، إذا دايركت برودكت لإلهم لازم يكون أبيليان، وبالتالي يعني هيك بيكون حلته، لكن الثنتين راح تطلع النورمال. هنا 36 و 56 بدكم تقلدوا لي الشغل اللي سويته هنا. خليني أشوف إذا في عندكم أسئلة أو ملاحظات حول الكلام اللي حكينا اليوم. شكرا دكتور. ماشي يا أسماء. طيب بدي تدرسوا بعناية الأمثلة هاي اللي حكيت عنها، وتحلوا لي التمرينين اللي طلبتها منكم، حتى هاي الأولاني أنا حليت لكم إياه تقريبا، بس بدي هيك تكتبوه بشكل صحيح. المرة الجاي بدي هذا اللي هو سيمي دايركت برودكت، واحد نورمال والتاني مش بالضرورة، تقاطعهم ايدنتيتي وهيك، بدي أدرس خواصه، بدي أعرف شيء هيك طريقة ثانية للكلاسيفيكيشن، ومنها راح انطلق انطلاقات كبرى. طبعا دوما بيضل عندي السيلو اللي هي أداة كيف تجيب لي سب جروبس، وبعدين كيف الآليات اني اجيب نورمال سب جروب، لانه انا بس مسكوني نورمال سب جروب بصير اكون منه سب جروبس اكبر، انه سموه له على الاقل سيمي دايركت برودكت، وبالتالي بيطلعني لفوق. بوقف ان شاء الله عند هذا القدر، ويعني ان شاء الله بنشوفكم في لقاء قادم. بالنسبة لإيمان أنا بدي أشوف هل وصلني شيء منك ولا لا، إذا ما وصلني راح أبعث لك مسج أنه ما وصلنيش، ابعثيه مرة ثانية. وقف عند هذا القدر، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.